السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا فيديو جديد، فلوق جديد من سيوات ليلى العميريه. فلوق ديال اليوم غتمشيو معنا على الدار عمتي الصالحه وعمي مولودي، عائله الناهب ولاد عمر. الف الف مبروك البنيه عند الشرقاوي الناهب مرتو ويسام ليهم من هنا حتى لايطاليا. تحيه للناس ديال الغربه والجاليه ديالنا خارج المغرب، وتحيه للمغاربه داخل المغرب، وشكرا لكم الدعم ديالكم، شكرا للمسانده ديالكم. ما تنساوش لايك ابوني بارطاجيو وصلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام. هنا وصلنا للدوار، هو هذا دوارنا ولاد عمر، أو الفخضة ديالنا المكاكا أو الكواسب. تحية للناس ديال ولاد عمر كاملين داخل المغرب وخارج المغرب. هنايا النور القوار ديال الوكيد، هنايا المسجد ديال المكاكا أو ديال الكواسب تبارك الله. هنا كاينة دارنا، دار عمامي، دار العائلة. المهم هنا غتدخلوا معنا للدار، غنشوفوا الطيابات كيوجدوا في الغدا. جينا هنا لدار عمتي الصالحة، لا تا صحيح تا والله يطلق صراح ولدها، راه شي كدا وعشرين عام، يعني على مدار 25 عام أو 24 عام مدخلش للمغرب. الله يفرجها عليه ويفرجها على كل مسلم. الله يطلق صراحو يا ربي، تسمع سلو مع ميمتو، راه غتعمى من الشوق ومن الشوف ديالو. الحمد لله بعدا فرحت بقرة عينو وبنتو وبمراتو، الحمد لله تبارك الله عليها، الله يحفظها ويحفظ لها بنيتها. المهم هنايا هما دايرين الشفة، لقيناهم طيبين الشفة الطيبة تبارك الله عليها. حتى هي غادي نخلي لكم الرقم ديالها تحت الفيديو، وهنايا غادي تتبعوا معنا شنو داروا الغدا، وغتبعوا معنا الفلوق زايبين السطاحات. اللي بغى يتابعنا فلوقات بني عمير وسيوات بني عمير، المهم سيرة شحيوة عميرية وعمرية. هنايا الشفة هي كتفور في البرمة، عاد دايرين اللحام بالبرقوق. غادي تتبعوا معنا الطناجر هنا كيفوروا الشفة. سمحوا لي راني مخنوقه، هف عليا البرد. ها هي السفه هنا كيعاودوا يفوروا فيها مع بقات اللي مغيات الفوره. تبارك الله على فدوى امها واختها، الله يعطيهم الصحه. ها هو اللحم كيطيب ما شاء الله، اللهم بارك وبالصحه والراحه، والله يثبت الاجر، والله يفرجها على سرقاوي يا ربي، ويجيب السلامه ان شاء الله توا، ويدخل بلادو ويشوف ميمتو وعائلتو. انتم الخير تاعو بني عمير ما شاء الله، اللهم بارك. جرود المكاكه وبني عمير مرحبا بكم، وشكرا للدعم ديالكم. ما تنساوناش من الدعاء ومن الرحمه على الوالد، والله يحفظ لينا ميمتنا ويحفظ لينا خوتنا وزواجنا وليداتنا ويبارك لينا فيهم، والله يفرج همومنا وهمومكم. وبارطاجيو بارطاجيو. هنا دايرين الدجاج المالي اللي ما كياكلش اللحم، صحاب الكوليسترول ومسوش. وهاد الطناجر ما شاء الله الخيرات. وغادي تتابعوا الفلوق ديال ولاد عمر في امان الله ورعايته مع بقيه الفيديو، وشكرا لكم.
تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحة، صافي.